ايه 25 جنيه. 25 جنيه. بدل دي عامله كام؟ 35 جنيه. دي هتبقى ب 35 بس، بدل الاسعار معانا من 5 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين عند عالم الشنط. بدات الاسعار معانا من 25 جنيه، حاجات نازله كسر اسعار لحد 50 جنيه كمان، حاجات كلها ماتريال عالي، معانا مستورد، معانا مصري، معانا الباك، الوسط، معانا كمان الكروس، كل حاجه. نشوف حتى شنط الاطفال موجوده، شنط الخروج بتاعه الشباب اللي فيها واصله لابتوب وسماعه، حاجات كتير جدا جدا هنشوفها معانا في الفيديو. خامات واسعار ومقاسات. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في حدائق المعادي، العنوان بالتفصيل هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وبخير، وكل متابعينا بألف صحه وخير. النهارده الاسعار بدأ معانا من كام؟ من 25. من 25 جنيه معانا شنط مستورده كمان. هنشوف كل حاجه معانا في الفيديو بالاسعار. عاملين عروض وخصومات عشان يوميات مكه. الله يخليكي تسلمي لي. في حاجات كتير نازل عليها خصومات مصري ومستورده، هنشوفها معانا في الفيديو. بالظبط. تمام، هنبدا بايه معانا النهارده؟ هنبتدي بالبنك. دي كانت بتتباع ب 45، احنا هنبيعها النهارده ب 25. اللي هي البنك. بصوا حلوه قوي دي. تمام. ايوه. في كل الوان. كل الوانها متاحه. وده حزام الكروس بتاعها. تمام. البنك دي عامله ايه؟ 25 جنيه. اسمها كده. بنك. تمام. الجلد بتاعها اللي هو الفرنيه اللميع. اللميع الفرنيه. بصوا حلو قوي، الجلد بتاعها حلو جدا. وفي منها الوان برضو. في الابيض وفي الكشمير. بصوا في الابيض كمان هنا عشان تبقى معروضه. دي قلنا ب 25 جنيه. بدايه عرضنا 25. تمام. في ايه معانا تاني يا سلمى؟ في حاجات زي دي. فين عرض 35 جنيه؟ دي عامله كام؟ 35 جنيه. دي 35 جنيه. حلو قوي. تنفع باك وكروس. باك وكروس. حلو قوي. شكلها تحفه. دي قلنا ب 35 جنيه، هي سوسته واحده. بس فيها باك، بس الخامه بتاعتها حلوه قوي. الحزام بتاعها بنلبسه اهي. الحزام بتاعها جوه برضه. بتتلبس كروس وباك. كروس وباك. تمام. قلنا دي عامله 35 جنيه. اهي متبطنه وواسع من جوه. التقشيم بتاعها برضه حلو جدا برضه. تمام. بصوا ده شكلها. ثواني يا سلمى، دي قلنا ب 35 جنيه، موجود منها لون واحد بس. تمام. في ايه تاني معانا يا سلمى؟ في عندنا شنط زي دي. فين بقيت عرض ال 35 و 45؟ معانا دي برضو. ده عرض ال 35 برضو. بصوا التبطين بتاعها. ادي جيب كبسونه. ادي سوسته. سوسته. وادي سوسته. تمام. اهي واسعه والحزام بتاعها موجود. والكورس بتاعها كمان موجود. كل شنطه معاها الكورس بتاعها. دي موجود الوانها، هنوريكم الوانها دلوقتي. بصوا كمان ده الظهر، الظهر فيه سوسته كمان ورا. حلو قوي. دي قلنا عامله خمسه وكام؟ 35 جنيه. عشان دي 35. اللي هيجي يقول يوميات مكه هياخدها ب 35، لكن احنا بنبيعها ب 50. ب 50 بس، هي لكل المتابعين. دي هتبقى ب 35 بس، وموجود منها كمان الوان. يعني شايفه بصوا البني والاسود والنبيتي، وده اللون البنك. الكشمير. تمام. الكشمير. حلو قوي. اربع الوان. دي 35. حلو قوي. عندنا الشنط دي. الباج ده برضه نضيف اللي هي دي يا جماعه. موجود كل الوانها. عايزه اقول لكم الجلد بتاعها حلو قوي قوي بجد، وشكلها كمان تحفه. نفتح اهو. تمام. بصوا اللي هو عامله ازاي، بتضميها او بتفرديها. يعني هي ممكن تتفرد كده وتتقفل يا سلمى، ممكن تتضم تدي شكل تاني. حلو قوي. لا وبصوا واخده كميه يعني. بصوا من جوه، انا عايزه اقول لكم واسعه جدا، في سوسته كمان لو معاكي اي فلوس اي حاجه تحطيها جوه، كارنيه طاقه، فهتبقى حلوه قوي. كروس او باك. بصوا بتتلبس كروس او باك. هعملها كويسه مني. بص طبعا بتطولي وبتقصري اللي انت عايزاه، بس هي بتتلبس كروس وباك. بتطلعي ده كده بتتلبس كده زي ما انت شايفين كده. بتتلبس باك. بتلبس ظهر كمان. وبتتلبس ظهر. بصوا معانا بتتلبس ظهر. تمام. دي لو متابعين القناه هنعملها ب 100 جنيه. ب 100 جنيه عرض. وبعد 160، احنا بنبيعها ب 160. دي كانت ب 160. دي حاجات لوكس يا جماعه، مش حاجات شعبي. تمام. حلو قوي. كل ده بصوا دي بدل 160 بقت ب 100 جنيه. حاجه زي كده. 100 جنيه بدل 160 لكل متابعين القناه، والوانها كلها متاحه. في ايه معانا تاني يا سلمى؟ في حاجات زي دي بتتباع بره بسعرها ب 150، احنا هنبيعها هنا ب 85 جنيه بس. 85 بدل 150. تملي. مستورده اهي وباينه. دي مستورده. حلو قوي.
التومي المستورد يا جماعه ب 85 جنيه. هي بتبان من الخامه من جوه من التقفيل. بصوا من التقفيل بتاعها. بصوا التقفيل بتاعها مش اللي هو الورق اللي بيبقى باين. لا لا معلش لا مفيش عندي الشغل اللي التعبان ده. بصوا حلو جدا وبرده بتتلبس. في منها الوان ولا اللون ده بس يا سلمى؟ لا في الوانات كتير. في الوان منها كتير. طب وريها لنا ثانيه واحده. بصوا اللي هي كده. بصوا اللي هي دي مستورده بدل 100 جنيه تبقى 85 جنيه. بالظبط 85 جنيه لكل المتابعين. تمام شنطه مستورده. في ايه معانا تاني؟ بقيه الباجات في حاجات زي دي برده. بصوا الاشياء كده برده مستورده بس دي تحفه قوي. ثبت لنا شكلها بس كده يشوف شكلها كله يا سلمى. دي قلنا عامله كام؟ برده هنخليها ب 100 عشان متابعين القناه. 100 جنيه برده لكل المتابعين. شنطه باج بس تحفه مستورده. بصوا انا عايزه اقول لكم القفل من فوق. نزل لي بس شويه كده يا سلمى. تمام عايزه اقول لكم القفل من فوق تحفه شكله حلو قوي. بصوا بيتقفل كده زي الكوبشه بالظبط. ايوه حلو قوي. تمام ادي هنا مكان. هنا مكان يتحط برده حاجه. ايوه وهنا سوسته. مستغلين المساحات فيها قوي. وادي سوسته. وادي سوسته ثانيه. وادي سوسته. وادي سوسته كمان حلو قوي. باج وكروس. باج وكروس شكلها تحفه. بصوا طولي قصري زي ما تطولوا براحتكم. حلو قوي. تمام انت بتقصري وبتطولي طبعا معروفه منين. تمام ودي تلبس باك كده. تمام حلو قوي. اللي هي دي اشكالها برضو؟ لا ده اشكال تانية. دي اشكال تانية نفس العرض 100 جنيه. دي اشكالها فوق اللي هي الاوفوايت دي بس احنا عاملين عشان خاطر ما تتبهدلش. تمام ودي برضو نفس العرض يا سلمى؟ عامله كام برضو؟ عامله 100. 100 جنيه برضو. والله شكلها تحفه. باك وكروس وتاخد مساحه يعني. بصوا حلو قوي الجلد بتاعها تحفه. لا والخامه كمان حلوه قوي بجد تحفه. نشوف واحده برضو معايا. بصوا ده عرض ال 100 برضه يا حبايبي. دي شداد بقى شكلها تحفه قوي. تشدي توسعي الجمال ده. بصوا دي تنفع جامعات وتنفع نوادي تنفع دروس. حلو قوي وتنفع امهاتي كمان يعني. عايزه اقول لكم امهاتي. بصوا عايزين يشوف بس الوسع بتاع الشنطه قد ايه من جوه. بصوا ما شاء الله كبيره قوي. كل ده كل ده. لا وتبطين من جوه حلو جدا قوي. الشغل ده كله مستورد. لا والخامه من بره حلوه قوي قوي بجد. لا وفي سوسته ظهر. بصوا حبايبي في سوسته ظهر كمان حلوه جدا. بطن جلد واللي هو حلوه وشريط وجلد يعتبر. حلو جدا شكلها تحفه قوي. وفي منها كمان شايفه الكحلي. قلنا عامله كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه بدل كام؟ ده للمتابعين القناه. احنا بنبيعها ب 160. قلنا دي يا سلمى عرض كام بدل كام؟ عرض برضه 100 بدل 160. 100 بدل 160 بس الحاجات دي الجلد المستورد. عايزه اقول لكم خامه الجلد تحفه. القناه بس لكن اي حد هيجي كده هياخدها بالسعر العادي بال 160. دي هتبقى 100 جنيه بدل 160 جنيه. تمام في منها الوان برضه حبيبي. في الوان. تمام كل الواناتها متوفره. كل الوانها متوفره. تمام في واحده كمان باك. في ام كي. الام كي دي تحفه قوي. جميله قوي. انا عايزاكي تجيبي لي المستورده بتاعتها. بصوا دي الام كي عايزه اقول لكم شكلها تحفه. ثبتها لنا دقيقه. دي جاي معاها البوك ده عامله كام برضو؟ 100 جنيه. 100 جنيه برضو. الشنطه الباك الام كي معاها بوك هديه ب 100 جنيه. عايزه اقول لكم الخامات تحفه يعني مش حاجات شعبي. هنا في سوسته يتحط فيها حاجه ده البادج بتاع الام كي. وهنا سوسته. السوسته نحاس. عايزه اقول لكم برضو السوسته نحاس حلوه جدا شكلها تحفه. بصوا النحاس بيبقى ناعم قوي والتقفيل برضو من جوه. تمام اقفلها لنا ماشي. وجاي معاها كمان البوك الصغنن ده. تحطي فيه الكوين ده لو بتشتروه اصلا هو مبلغ لوحده. الجلد بتاعه تحفه قوي. قلنا الشنطه دي عامله 100 جنيه وموجود منها الالوان بتاعتها كمان. شايفه منها النبيتي وشايفه كمان اللي هو القفير فتح. تمام في ايه تاني بعد الباكات بقى يا سلمى؟ كمل الاطفال. عامله كام الشنط؟ يعني حاجه زي دي عامله كام؟ دي لهم متابعين القناه ب 135. هي بتتباع ب 160 لانها لوكس مستورد. لوكس مستورد. تمام بصوا ده لوكس مستورد. لا بصوا التقفيل من جوه جلد مش ورق. جوه جلد زي بره. حلو قوي بجد شكلها تحفه وخامتها حلوه قوي. تحفه. قلنا دي في منها الوان برده. انا شايفه الاسود. ايوه حلو قوي. وده برده اللون الجملي. في الوان ثانيه يا سلمى؟ وفي الوان ثانيه اللي عايز بقى. تمام عامله كام قلنا؟ 135 لمتابعين القناه. 135. طب ودي عامله كام برضو؟ زيها 135 برضو. عامل ازاي؟ بصوا الجلد بتاعها. لا في لمعه. عايزه اقول لكم في لمعه. والحزام تحفه. التقفيل من جوه فظيع يعني. بصوا
تقفيل ستان كمان. حلو قوي الحاجات دي يا جماعه، اللوكس مش شعبي. لا والخامات حلوه قوي. بصوا في منها اشكال كتير، اللي هي دي قلنا ب 135 يا سلمى. 135 بدل كام؟ بدل 150. بدل 150 هتاخدوها ب 135. ينفع انزل بس هي كده ما فيهاش حاجه يعني. خلاص تمام، دي ب 135 بدل 150، شكلها حلو والوانها كمان موجوده والخامه تحفه. في ايه تاني معانا؟ الشنطه دي، دي ايه يا سلمى؟ ديور. ديور ماركة ديور. تمام حلو قوي. دي ديور برضه هتلاقيها جلد التقفيل. انا عايزه اقول لكم الجلد اللي بره فظيع، مش زي اي جلد شفناه قبل كده. وكمان بصوا التقفيل من جوه، هنا زي القطيفه وهنا جلد برضه، حاجات لوكس بجد تحفه. الجلد من بره حلو قوي. تمام دي برضه نفس العرض. لا ديور معلش خليها هتبقى بكام؟ 150 جنيه. انا عماله انقص لكم على قد ما اقدر، بس في حاجات مش نافع فيها التنزيل خالص. دي هتبقى ب 150 جنيه ديور. في منها الوان؟ في منها الوان ان شاء الله. في منها الوان. طب طلعنا بقى يا سلمى كده نشوف الديور دي هتبقى ب 150، واللي جنبها دي المربو دي اللي كنت بقول لك عليها اصلا. دي القطيفه، دي قطيفه من جوه. بصوا تقفلها قطيفه، حلو قوي. تمام شكلها حلو جدا، وجلد من بره حلوه جدا، والكروس بتاعها سلسله برده في جلد. اقفلها لنا بقى نقول سعرها كده يشوفوها شكلها كلها. بصوا شكلها اهي، ثانيه واحده يا سلمى كده. قلنا دي عامله كام يا سلمى؟ 150 جنيه برده. تمام حاجه زي دي لمتابعين القناه اهي. بصوا احنا بنوريكم التقفيل من جوه عشان كل لوكس. تمام حلوه قوي. دي ب 100 جنيه لمتابعين القناه فقط لا غير. دي هتبقى ب 100 جنيه لكل المتابعين، هتبقى عرض ال 100 جنيه. تمام حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ شنط الباكات الكبيره دي. دي مستورده. دي باك مستورده. دي بقى تنفع نوادي، رياضي، سبورت، اللي رايحين رحلات، سفر. حلو قوي. شنط سفر عامله كام دي؟ دي عامله 200 بدل 250. دي هتبقى ب 200 جنيه. خليها لفوق سنه يا سلمى. دي هتبقى ب 200 جنيه بدل 250. شكلها تحفه، الوانها كلها موجوده. تمام. والنبيتي دي نفس السعر برده؟ مستورده اهو باين. بصوا ده مستورد مش مصري. تمام. والنبيتي دي نفس العرض برضو؟ لا دي النبيتي هنعمل فيها ديسكاونت برضو عشان متابعين القناه. دي برضو سفر يا جماعه، مع الوصلات بتاعتها، وصلات اللاب. شنطه لاب بالوصله، وصلات التليفون. تمام حلو قوي. دي برضو بيستخدموها كرحلات، وحطوا فيها الحاجات اللي هي كبيره، مساحه حجم. عامله كام دي برضو؟ 2 3 4 شنطات وواسعه من جوه. تمام متابعين القناه 175. خليها وشها ليه بس. دي قلنا عامله 175، شنطه فيها وصله لاب وتليفون. 175 حلو قوي، وموجود منها برده الوانها. ايوه موجود. تمام الوان. حلو قوي. هطلع لكم اهي الوصلات اهي. بصوا الشنطه بتيجي معاها الوصلات بتاعه اللاب وبتاعه الموبايل. دي شنطه كامله في معاها الوصلات بتاعتها ب 175 جنيه. متابعين القناه بس، احنا بنبيعها. تمام أكتر. هي بتتباع اكتر، كل المتابعين هياخدوا الشنطه دي بالوصلات بتاعتها ب 175 بس. والشنطه دي نفس الكلام، كل الوانتها هي موجوده. كل الوانها متاحه. بصوا دي كل الوانها. تمام دي برده 175. دي معاها وصلات برده يا سلمى. يعني الشنطتين دول اي بول. شنطه ايوه معاها وصلات. بصوا لازم هتلاقوا معاها الوصلات اهي. بصوا دي الوصلات بتاعتها بتاعت الموبايل واللاب. تمام الوصله الثانيه تحت بقى ماشي. تمام بصوا دول شنطتين يا جماعه سفر كبار، معاهم وصله لاب ووصله موبايل بيتوصلوا فيهم. دول عاملين 175 جنيه عرض لكل متابعين القناه. في ايه تاني معانا يا سلمى؟ بتاعت البناتيت. بصوا برضه كروس شنط بنات. تمام بصوا شنط بناتي صغيره، سيبها زي ما هي يا سلمى مش شرط تفتح اهي. بصوا عشان توريكم بس التقفيل من جوه. حلو ده شعبي بس نضيف. حلو قوي. عامله كام دي برضو؟ دي لمتابعين القناه 45 جنيه. دي 45 جنيه موجود منها اشكال. بصوا دول ب 45 جنيه. ايه شنطه من دول؟ 45 جنيه. تمام في اشكال كتير، في اشكال منها كتير. تمام بال 45. ودي برضو 45؟ لا مال دي عامله 80. دي عامله 80 الجلد اللي هو اللميع الفرنيه. الفرنيه ده عامله 80 جنيه. تمام في ايه معانا تاني يا سلمى؟ عندنا بقى الشنط للحريم. شنط حريمي بقى كبيره. بصوا موجود برده شنط هنا حريمي كبيره. دي بقى حاجات لوكس ومستورد. تمام هنشوفها برده اسعارها ايه. يعني حاجه زي كده يا سلمى عامله كام؟ هنعملها ب 150. دي هتبقى ب 150 جنيه. دي شنطه كبيره. بتتلبس يعني هي مفروده كده او ملمومه، يعني هي من جوه اصلا بتتفرد وتتلم عشان نبقى من جوه السوسته من هنا. بصوا حبايبي من هنا
ممكن تتلم تبقى الشكل ده، ولو فردتوها هتبقى الشكل ده. قلنا هتبقى عامله كام يا سلمى؟ 150 جنيه اي شنطه من دول. تمام، في ايه تاني معايا؟ دي مستورده. اه دي مستورده، هبيعها للمتابعين القناه ب 100 جنيه. دي شنطه مستورده هتبقى بكام؟ ب 100 جنيه للمتابعين القناه. ب 100 جنيه لكل المتابعين الشنطه المستورده دي. تمام، حلو قوي. فيها جيوب جنب برده شكلها تحفه. تمام، في ايه معانا تاني؟ حاجه زي الحاجه الجميله دي عامله كام؟ 100 برده. دي 100 جنيه بالوان. اه دي معاها كروس. اه اهو ده معاه شنطه صغيره كمان. اه ده يعني دي تتشال شنطتين. واحده صغيره كروس وكبيره عادي. اه ده الحزام بتاعها. دول شنطتين يعتبروا، اتنين في واحد. شنطه اتنين في واحد هنعتبرها ب 100 جنيه لمتابعين القناه. دي ب 100 جنيه برضو. اه حلو قوي. يعني شنطه زي دي اتنين في واحد ب 100 جنيه. اه شنطتين جوا بعض ب 100 جنيه. تمام، حاجه زي كده برضو لمتابعين القناه ب 100 جنيه. دي برضو ب 100 جنيه لكل المتابعين. عايزه اقول لكم الحاجات هنا لوكس، مفيش شعبي. 100 جنيه. تمام، حلو قوي. الشنطه تعيش معاكي تدعي لنا برضه زي دي. سوستا و ال في ماركت ال في معروفه. ال في ال في ب 100 جنيه شنطه ال في مستورده عشان تتاكدوا. بصوا الحزام. اه الحزام بتاعها بالتيكت بتاعها. اه دي ال في الاصلي. الاصلي ب 100 جنيه اهي، متبطله وزي الفل. تمام، حلو قوي. دي ب 100 جنيه ال في الاصلي. تمام، والمستردة اللي وراها دي عامله كام؟ برضه لمتابعين القناه ب 100 جنيه. اتفرجوا على 100 جنيه. الشياكه دي بصي بقى، بصي عامله ازاي؟ ومساحه 2 3. لا وحجم برضه. في منها الوان ولا لا؟ اه في منها الوان طبعا. في منها الوان. تمام، دي شنطه مساحه حلوه قوي، يعني اللي عايز حاجه مساحه دي تحفه. والجلد بتاعها حلو قوي على فكره. شكلها حلو جدا. دي قلنا ب 100 جنيه برضه. للمتابعين القناه احنا بنبيعها ب 150 للمتابعين القناه. كل المتابعين هياخدوا الشنطه دي ب 100 جنيه. حاجات لوكس يا جماعه، حلو قوي. في معانا ايه تاني شنط؟ انا شايفه في كتير قوي. اه دي برده ما شاء الله حلو قوي. اه دي حلوه قوي برده. لا ومساحه برده يعني مش صغيره. بصوا كبيره، عرض ال 100 جنيه برده. اه بصوا حتى هي متبطله من جوه. تمام، بصوا حتى السوسته اللي في الوسط متبطله معايا. تمام، ده عرض برده ال 100. ده جيب ولا مش جيب؟ لا ده, لا ده ديكور كده. اه ديكور مش اكتر. تمام، واللون ده التحفه بتاعها ده لون تاني ليها. دي ب 100 جنيه. تمام، في الوان منها كتير، في الساده وفي لونين في بعض ب 100 جنيه. تمام، والشنطه الشبك دي عامله كام برضو؟ ب 100 جنيه. الشنطه دي برضو ب 100 جنيه. اتنين في واحد برضو. دي اتنين في واحد عشان هي مفرغه اصلا. بصوا دي شنطه اتنين في واحد عامله 100 جنيه. بصوا ده الجراب بتاعها من جوه. وادي الحزام. وادي الحزام على فكره، من غير ده تمشي مصيف يعني. تمشي شنطه مصايف حلوه قوي، وبدي هتبقى شنطه عاديه. بصوا دي شنطه 2 في 1 قلنا عامله 100 جنيه. بصوا اشكالها برده، كل دي الوان ليها، كل ده عامل 100 جنيه الشنطه دي بالوانها. تمام، ودي برده نفس السعر. 100 جنيه. بصوا خليها مقفوله يا ام سلمى، عشان شويه هي كبيره مش لا هي مساحه، ما هي باينه خالص. تمام، ب 100 جنيه. دي برده عرض ال 100 جنيه موجود منها. بصوا الالوان بتاعتها ايه، كل دي الوان ليها. حلو قوي. تمام، برده ده عرض ال 100. ده برده عرض 100 جنيه. اه بصوا اي شنطه من دول عرض ال 100 جنيه برده يا حبايبي. شنط بجد الخامات تحفه، يعني انا عماله امسك لكم خامات. بصوا دي 100 جنيه برده، كل ده عرض ال 100. ودي برده عرض كام؟ 100. لا ده احنا دمرنا الدنيا باسعار ال 100 دي. يلا كله 100 100 بجد. يومياتنا فقط لا غير. الله يخليك. الخامات بقول لكم تحفه، حلو قوي. ودي برده. ودي برده. دي برده 100 جنيه. اه لا ايه الجمال ده؟ حلو قوي دي. دي يعني دي عمليه قوي. اه بقول لكم دي عمليه قوي، حلوه قوي. 100 جنيه. دي 100 جنيه وحلوه قوي. تمام، يلا يلا. ام سلمى دمرت لكم اسعار الشنط النهارده عندها، كله سعره 100 جنيه بس. اه تمام، وبدانا الاسعار من 25 لو ما كنتوش متابعين الفيديو من الاول. حلو قوي قوي بجد. تمام، كل الوانها برضه. يلا يا حبايبي بقى انزلوا اشتركوا واعملوا لايك كتير للفيديو وشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم وكل اصحابكم. الاسعار هنا والخامات تحفه بجد. تسلم ايدك على كل حاجه. في ايه معانا تاني؟ في شنط هنا اهي الباجات. انا عايزه اقول في شنطه حلوه قوي فوق اللي هي ب 100 جنيه برضه. لا دي 100 جنيه برضه. اه ده شكلها تحفه. كشمير. الكشمير والبستاج والمستردة والجمالي. بجد شكلها تحفه. دي اي واحده ب 100 جنيه. والشنطه معاها الكروس دي برضه ب 100 جنيه. دول اتنين مع بعض. اه ودي برضه مع بعض 100 جنيه بس عشان مش باينه. كل ده 100 جنيه. بس دي ب 150. اه دي ب 150. اللي فوق دي نفس دي بالظبط. اه الثانيه اللي فوق ابيض. اه دي يعني دي ب 150. اه دي ب 150 جنيه بس. عايزه اقول لكم الخامه تحفه. حلو قوي عشان المستورده هي باينه. الجلد بتاعها حلو قوي. 150. تمام، حلو قوي. معانا شنط كمان الجيبات عشان وقت الفيديو بقى هيطول معانا. هننهي بالشنط بتاع الجيبات دي. شنطه زي دي. اه شنطه زي كده. بصوا اه بتتفتح. تمام، حلو قوي. عامله كام؟ 85. خلي وشها لي بس يا سلمى ونقول السعر اللي ياخد سكرين عليه. 85 جنيه. جيب 85 جنيه. تمام،
حلوة قوي. ادي شوستة، ادي اثنين ثلاثة، تمام اهي حلوة قوي. تمام معانا الشنط دي برضو شنط مستوردة. الحضانات مستوردة. سوستتين اهم. تمام ماشي. دي اتنين سوستة. المكان اللي هو بيحط الميه والحاجات دي. خلي وشها اهم حاجه. دي اللي هي النفخه عامله كام؟ 85. 85 جنيه شنطه الاطفال النفخه. 75. تمام. والعاديه دي عامله كام يا سلمى؟ 50. دي 50 جنيه. شنطه الحضانات كل اشكالها. دي بناتي ودي ولادي. عايزه اقول لكم يعني بصوا دي بناتي ودي أيوة. تمشي ولادي. ايوه مليانه ولادي دي. حلوه قوي. كلها ولادي. كل دي ولادي. تمام معانا ايه تاني يا سلمى؟ دي كل اشكالها عشان يتفرجوا. كل ده قلنا سعره كام؟ 50 جنيه لمتابعين القناه. 50 جنيه شنط الحضانات. تمام. نسينا بقى البلاتيت اللي هم عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. عامله كام دي برضو؟ بص ده الشغل ده مستورد عامله 80 جنيه. دي عامله 80 جنيه؟ بتتلبس باج وكروس. كل اشكالها متاحين. بصوا باك وكروس عامله 80 جنيه. ايه الجلد بس عشان قيمته عاليه. الجلد حلو قوي. كان في الوان منها برضه. في الوانات. تمام. يلا. ده الشكل بتاع التاني عامله 80 جنيه. تمام. عشان دي حاجات عاليه. تمام. في ايه معانا تاني اشكال بناتي؟ في ده. ده عامله كام برضه؟ وشين الترتر. عامله كام دي يا سلمى؟ برضه 80. 80 جنيه. عايزه اقول لكم دي ترتر قلاب. اللي هو بيقلب اسود واللون البينك. تمام. 80. وفي منها برضه من في كشمير. في اشكال قوي. كتير قوي. دي 80. في اشكال من البناتي ده كتير. تمام. بصوا ده شكل برضه ب 80. ده ب 80 برضه. حلو قوي. في شكل ايه تاني؟ وده المستورد اللي هو دي اللي هي العلبه. زي ما بيقولوا عليها سيليكون. سيليكون. عامله كام السيليكون؟ 65. بصوا الشنطه السيليكون ب 65 جنيه. تمام. في ايه تاني؟ في الشنطه دي برضو 65. برضو باك وكروس. دي باك وكروس 65 برضو. حلو قوي. تمام. دي برضو باك وكروس. باك وكروس برضو عامله كام؟ 65. 65 بس دي الخامه اللي هي فيها لمعه. 65. حلو قوي. تمام. ودي تبع برضو العرض 80. دي عرض ال 80 اللي هي الاثنين اهي. حلو قوي. تمام. حلو جدا. بصوا هنا احنا خلصنا بعض موديلات الشنط. في موديلات اكتر واكتر يا سلمى بس عشان وقت الفيديو بس يا جماعه. والمكان كمان موجود فيه ذهب صيني. بدأ اسعار الذهب الصيني من كام يا سلمى؟ من 5 جنيه. من 5 جنيه. بصوا معانا هديكم فكره بس على المكان. موجود هنا سلاسل وحاجات ذهب صيني حلوه جدا. تمام. بدأ الاسعار معانا من 5 جنيه هنا. وموجود بعض التوك برده. توك البناتي. وموجود دبابيس. موجود حاجات كتير جدا. احنا كنا فين النهارده؟ احنا كنا عند محل ايه؟ عالم الشنط صح؟ عالم الشنط. العنوان فين يا سلمى؟ اللي هيجي بقى من محطه المترو ينزل الحدائق ياخد توك توك هيقول له وديني عند شارع المداء مستشفى القوات المسلحه الباب التاني. تمام. انا هسيب لكم العنوان ده في اول تعليق مثبت مع لينك التليجرام. وهسيب لكم رقم ام سلمى برده على الشاشه اللي حابب يوصل او يستفسر عن اي حاجه. تعبتك معايا. ربنا يخليك. ميرسي قوي. الله يخليكم. ميرسي قوي على الفيديو ده. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.